اول من دلني على طريق الفروسية العربية عمي الله يطول بعمره. الله يطول عمره. الحين تعدى التسعينات ما شاء الله تبارك الله، ممكن يكون في اخر التسعينات، الله يطول في عمره. فكنت دائما اساله شلون كنتوا تسوون كذي، شلون كنتوا هو مرجعك يعني بسلطان، بس ما كان يشرح لي جهاز كرفة، هو قاعد يسولفها بطريقه عفويه، بطريقه البدوي، رجال بدوي اي في طريقه علمه هو. بس الين سخر لنا الله الاستاذ محمد الحقيل ابو عبد الرحمن عسى الله يطول في عمره، وهو استاذ المدرسه العربيه ما شاء الله. فبدينا نلهل من هذا العلم ونطبقه ونرى النتائج. في التطبيق ورؤية النتائج حققنا أفضل نتيجة بأسهل طريق ما شاء الله. ودائما الفارس الذي يملك أساسيات كبيرة في التعامل وهو فارس ومربي صحيح، لأن في بعض الفرسان ما يكون مربي، حصانه يجي زاهب أيوة. زاهب يلا اركب، وأنا ضد الفكرة هذه، لا، الفارس مسؤول عن حصانه ويعلم كل كبيرة وصغيرة. هذا الأساس الصحيح، هذا الأساس الصحيح. تبي تكون أنت القائد بتكون فارس، خليك قريب، خليك قريب منه. ترى في فرق بين كلمة قائد ومالك صح. إذا أنت بس تبي تجي جاهز تركب بعد خمس دقائق وتمشي وتقول ليش حصاني ما يتعامل معي عدل، ليش ما يقرب لي، أخي أنت مالك، أنت ما أنت ما أنت قائد معاه. بالضبط هذا أنت مو عايش معه بالضبط، هذا اللي لازم الناس تفهمه. وإذا حاولت تعيش مع حصانك لازم تعرف أساليب تعامل، شلون تتعامل معاه بالضبط، شلون تتخلى، انت لازم تعرف من بدايه شلون تدش له بالغرفه الين ترجع الغرفه. ترى الحصان ذكي ويسجل يحفظ اخطائك ومميزاتك، متى ما درى انك ضعيف استغلها وصار هو القائد. سبحان الله. متى ما درى انك قائد بدا يمشي معك. في يمشي في حدوده، انت شنو ترسم له من حد وهو يمشي فيه على ما تعطيه من أول. بالضبط ما شاء الله. انزين بنتكلم عن اول شيء، انك تكلمنا عن بدايتك وعن اول خيل خذيته وطريقتك في تعاملها. في امر مهم لازم الناس تنتبه له ونحاول نوعي الناس فيه، طرق التغذيه. انا ما بتعمق لك فيها بس بقول لك ترى هذه روح اكيد، وانت مسؤول امام الله عنها صحيح. هالحصان هذا ما عنده 12 ولهم المجترات اللي رجع اكله ويستغلها مره صحيح. ثانيه اذا فضت بطنه سببت له المشاكل، والمشاكل اللي راح تصير ترى مشاكل مميته. سبحان الله. هالحصان هذا منظم جدا، ما يحب يغير اكله. صعب يغير اكله ابو سلطان؟ لا مو صعب، في طرق، بس هو ما يحب. تمام. ولا يحب تغير مواعيد الاكل، يحب ياكل في وقت معين وأكل معين. الفكرة الغذائية رسمناها كأنها هرم. الحصان في طبيعته عايش على الحشائش صحيح، الرزق اللي الله أنبته في الأرض، فهذا اللي كان يعيش عليه. دائما البشر يتدخلون في مملكات غيرهم صحيح، فجينا احنا تدخلنا في مملكة هذا الخيل. لما تدخلنا طلبنا منه جهد إضافي، الجهد الإضافي يحتاج إلى طاقة إضافية صحيح. فبدينا ندخل له الحبوب، شعير، ذرة، شوفان، فول الصويا، الزيوت. ليش؟ نبي يعطينا أكثر مما كان يعطي. طمع الإنسان، قال أنا أبي يركض 120 كيلو اللي هم سباقات الماراثون، وأبي يركض في سرعات بالطريقة الفلانية، وأبي يقفز، وأبي يلعب معاي بولو. فبدينا ندخل المكملات الغذائية. المهم اللي نبي نوصله لمشاهدكم الكريم، لازم تقسم وجبات الخيل، ولازم تعرف إن معدة هالحصان تستقبل 2 كيلو، ما بعد 2 كيلو تقطع فضلات خلاص، ما تستفيد منه، ما تستفيد منه. فانت بدال لا هذا تسوي مع الكلب وسلطان بالضبط، فبدال لا انت تعطي كميه كبيره من العلف هو راح يستفيد من 2. شايف الاربع كيلو اللي اعطيتهم في وجبه، قسمهم
خلها وجبتين. خلها وجبتين. خل يستفيد. شوف شو راح يستفيد. شوف شو راح التخلص من الأمراض. نظام غذائي نقول. بالضبط. اثنين. قربك من حصانك راح يعلمك عاداته وسلوكياته. إذا كنت قريب منه راح تنتبه إن السلوكيات اليوم كأنه مبتعد واقف في زاوية. هو قاعد يقول لك ترى أنا تعبان. فيني شيء. مثله مثل ولدك لما يكون تعبان مو العادة إنه هو يحوس في البيت ويلعب، بس الحين قاعد بزاوية. إيش فيه؟ لازم تشوف. يا زعلان يا تعبان. والخيل ترى لها نفسيات. صحيح. اليوم اللي خلق الدرب باكر ما لي خلق. واليوم أنا تعبان وباكر مو تعبان. اهتمامك في النظام الغذائي وسلوكيات حصانك هي اللي راح تحمي حصانك بعد الله سبحانه من هذه الأمراض والإصابات. ثالثا تذكر دائما ان هذا لحم وعظم مو سيارة. أكيد. لما تركب انت مهملة صاير لك فترة وتجي تذكره في يوم وتبي يركض ويفتح لمسافات طويلة، طيب هو وين عضلاته؟ يا اخي انت قم من النوم وركض لي يلا خلينا نشوف. ما تقدر. ما تقدر. زين ليش هو يقدر؟ انت اهملته. صحيح. الخيل تحب التدرج في التدريب، وحتى في وقت تدريبها تحب النظام. مو مره تدربني الصبح ومره العصر ومره بالليل. خلني في توقيت. الصبح الصبح، بالليل بالليل. عودني على نظام. هذا وقت تدريبي، هذا وقت وانا وياك. الامور هذه صدقني ما راح تكتشفها بروحك بسهوله، ممكن تكتشفها بس راح تكون خسائر كبيره. تكون مريت على خسائر كثيره. بالضبط. ايه. اختصر الوقت واسلك الطريق الصحيح. تعلم قبل لا تاتي. شوف مدرسه تثق في علمه. ومدرب تثق في علمه. وفي كل الناس الخير والبركه. اكيد طبعا. صدقني كل مدرسه في الكويت وكل مدرب في الكويت يملك علم. صحيح. والعلوم تتفاوت. لكن ممكن اقصى مدرب يملك مدربه يملك معلومه ما يملكها كبار المدربين. صحيح. نقطه صغيره لكن اختار لنفسك معلمك. ما اللي تشوفه بعينك. بالضبط. اكيد. واللي ترتاح له. بالضبط. صحيح. ابو سلطان، ما دام تكلمنا عن المدارس نبي نعرف شنو الاختلافات اللي قاعد تصير. انت قلت لي المدرسه الاوروبيه، المدرسه العربيه. طيب شنو تختلف عن بعضها المدارس؟ كل واحده لها هدف. تمام. المدارس الأوروبية مثلا مدرسة القفز، هذه مدرسة القفز تنتمي إلى المدارس الاستعراضية. إحنا عندنا مدارس استعراضية ومدارس قتالية. تمام. المدرسة الاستعراضية طريقة فروسيتها وطريقة التعليم تخدم هذه اللعبة، وهو يبي يقفز حاجز فراح أسخر كل إمكانيات فروسيتي عشان الحصان يقفز الحاجز ويرتب خطواته. تمام. عندنا مثلا احدى المدارس لا اللي نعتبرها من القتاليه اللي هي الكروس كانتري، عبور الطبيعه. تمام. الحصان يقفز ويدش بحفره ويطلع ينط بماي ويصعد له طابوقه كبيره يسوي كل شيء. لا لا مو حواجز، اقصد حواجز امامه. اي تعرف العوائق الطبيعيه. أي. هذا ينط كل العوائق الطبيعيه. هذه المدرسه مثلا تحتاج إلى فروسية عالية جدا جدا، وخاصة في الحس، حس إيد الفارس، لأن إيد الفارس هي كنترول، مو كنترول، سنسر، سنسر موجه يتقبل الإشارات. عندنا مثلا مدرسة البولو. أي. كانت هذه لعبة عربية قديمة اسمها الصولجان. تمام. هذه كانت تمرين للحرب، غارة وكر وفر وترجع نغير مرة ثانية، حرب كاملة لكن عن طريق مضرب وكرة للتدريب. فهذه فروسيتها تخدم عملها. فهذه المدارس كل مدرسة أسست على حسب احتياجاتها، وما نعيب بالعكس نمتدح اللي يأخذ فكر من هذه المدارس، من المدرسة هذه ومن المدرسة، لأن كل شيء يخدم. صحيح. أنت ممكن تحتاج شيء مو موجود في هذه المدرسة تحتاجه من المدرسة الثانية. صحيح. يعني المدرسة العربية ما راح تهتم
ان الحصان يبدا ينط حواجز متتاليه. اوكي ممكن الحصان العربي ينط مسافات بسيطه يعني، مو ارتفاعات بسيطه، مو ارتفاعات قويه حيل، لكن مو مثل النظام اللي محتاجينه الاوروبي في قفز الحواجز او المدرسه الاستعراضيه. نجي لمدرسه الدريساج اللي هي مدارس الترويض. الدريساج، دريساج معناها الترويض، فنون تمام. الترويض تمام. فنون الترويض هذه محتاجة شكل أنيق جدا وفاء وجواد منظم جدا. وضح السلطان شلون شكل أنيق. شكلا محتاجين إلى اتزان كامل، الكتف مع الكعب في خط واحد تمام، في أكتاف مفتوحة، في نظر مستقيم، في ثبات، وينفذون خطوات معينة. احنا ما راح نشغل متابعينا في شرح هذه المدارس، لكن ناخذ نقطة عنها. بالضبط يبدأ يبين الفارس في فنون الترويض مدى تحكمه في هذا الجواد بأقل الأوامر المرئية. ولاحظ اني اقول أوامر المرئية، في بعض الأجاب بيهذب على حصانه ولا يركض على حصانه، تشوف رجاله اشتغلت طيب. يلكد يطق يطق. لا لا لا، هم يبون في أقل أمر وينفذ هذه الحصان وينفذ أكثر من حركة. وحتى مدرسة الدريساج أو فنون الترويض انقسمت مدرسة أولمبية ومدرسة إسبانية تمام. فالمدرسة الإسبانية اعتمدت على الترويض التقليدي، ومنها طلع فرع اللي هو مصارعة الثيران تمام، ومنها فنون الاستعراضية اللي قاعد تشوفهم بقاعات ملكية ويبدون يستعرضون بانتظام. نجي على المدرسة الأولمبية. الأولمبية فتحت بطولات وحطت قوانين وشروط ومكافآت تمام. فهم اتجهت كل يخدم مجاله. صحيح بالضبط. هذه فنون فروسية. شنو شفت بسلطان انت صعوبة من رجعت هنا الكويت نقول وبلشت، شنو واجهك؟ شوف الموضوع هذا هم كبير. المربي دائما يطمح الى الاستقرار. اكيد. والاستقرار معناها ابي مكان ثابت لي ومكان رسمي. بعض الهوايات او بعض اجزاء الفروسية خذوا جزء من حقوقهم تمام. اكثر فئة مظلومة هي فئة الفرسان. شنو بالضبط صدق؟ اماكنهم تمام رسميا يعني رسميا ما عندها اماكن. صحيح خلينا واقعيين. اكيد لا صحيح. رسميا ما عندها دعم. ما في دعم. يسعون جاهدين انه يكون بطولات لخيلهم اللي شارينها بالاف الدنانير وصارفين عليها وتعبانين عليها. يا اخي ابي بطولات تسوى. صحيح. خلينا حسسني اني اجتهدت ثمن هالجهد هذا عشان تستمر هالهوايه. ما العلم عدد كبير عندنا في الكويت. صدقني وبيك تسمح لي اني اتكلم. لا تاخذ راحتك في هذه النقطة. تمام رمى. احنا ممكن نسوي حملات ضخمة لحماية شبابنا وجيلنا من ومن ومن الاخطار المحيطة فيها. تمام. تدري لو نركز على هذه الرياضات وننميها تاخذها جزء كبير. أبعطيك مثال صغير. سباقات الماراثون تحتاج ان الحصان يبدا يدربونه من شهر 8 تقريبا، من اخر 8 الى نهايه 4. ايش خليت من السنه؟ ما بقى شيء. طول السنه انت قاعد. 4 شهور اللي خليتهم له. تخيل انت تشغله عن جميع المغريات السيئه اللي تواجهه في الخارج. صحيح. وانشغل في هذه الرياضة. حميت كم؟ عدد كبير. صح؟ تكلمني بالكويت علمني يعني ترى فرسان ما شاء الله. أنا سولفت لك بإحدى رياضات الفروسية. صحيح. إذا لو رحنا بعد رحنا لأهل السباقات وطورناهم، لو أنشأنا رياضات جديدة. ترى الدريساج أنت تسمع فيه بس وينه؟ ما شوفهم. البولو نسمع فيه وينه؟ ما شوفهم. على استحياء في فريق بس على استحياء. الدريساج يقولون ان في تعليم بس وين بطولات؟ انا ما شفت. وين ما في ما لا ولا بطوله بالكويت. ما في شيء يذكر. صح ولا لا؟ صحيح. ليش ما ننمي هالبطولات؟
وفي 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 ترى الرياضات الفروسية مو بس هذه، في 20 رياضة ليش ما أنميها؟ وما بس مو بس أنمي رياضة الفروسية، لا في هوايات أخرى. وأظنكم في أنيمال فاكتوري مجتهدين أنكم تعرضون أكثر الهوايات. صحيح أكيد. شايف لو تجمع هالهوايات هذه كلها. تغطيت خلاص. تكون غطيت على. منو فاضي يقحص حزتها؟ ماكو أحد. صدقني ما راح تلقى. صحيح. منو راح عندما يسوي الخطأ الفلاني والفلاني؟ خلاص مشغول في هوايته. ومستفيد ماديا ومستفيد معلويا وهو يحس أنه أنجز. عنفوان الشباب وطاقة الشباب. الله طاقة. لقى أفرغها في مكان. لكن أمنا بالله كبير. أكيد. وبإذن الله عسى الله يعطيني ويعطيك طولة العمر. اللهم آمين. إذا كان في العمر بقية. بإذن الله. إن نشوف هالشيء يتحقق على. إن شاء الله بإذن الله. كل من يسعى إن شاء الله. اللهم آمين. ويلقى اللي يسعى. اللهم آمين. الله يجزاك خير. وسلطان أنت ما شاء الله مكانك وشغلك يعني بارز للأمانة لكل من يدخل سواء كان راعي خيل أو ماله في الخيل. الله يجزاك. يشوف شيء مرتب. يعني. حلالك مكانك. الله يجزاك خير ما تقصر. أنت تعبت طبعًا على هالمكان. جدًا. كثير. جدا الله يعطيك الصحه والعافيه ويرزقك ان شاء الله منا اجمعين يا غالي. بلشت في التدريب في اي سنه؟ بلشت في سنه 2000 رسميا ولا متى بدأت ادرب؟ لا لا رسميا. رسميا يمكن في 2013 اعتقد. 2013 اي يعني سو قلت انا مدرسه حياكم. قبلها كان في كله بلاش. كله بلاش. بلشت طبعا نقول في ربعك بدايه. بداية الأول اللي دربت بإخواني. إخوانك. الأقربون أولى بالمعروف. أكيد طبعًا عسى الله يخليك. انتقلت لعيال عمي وانتقلت للربع ثم انتقلت قول بس مشتهي أو ودي أعرف شغلة الحال. تعال. 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 أنا أعلمك. أنا أعلمك أكون سعيد جدًا. أنا اللي عرفته منك سلطان إنه يعني ما شاء الله كثرة العدد اللي خليتك تخليها رسمية. كثرة العدد. وتعرف ربعنا ما شاء الله ملتزمين بالشغلة هذه. ما قام يلتزمون يعني انا هاد بيتي ودواء وشغلي وجايك اوصل ما لقاك ما لقاك ليش نسيت ما في ما في هم ما ماكو هم ماكو هم والله ترى يعني انا كنت رافض في البدايه نهائيا اني اخذ رسوم على التدريب لكن قاعد تتعب انت في السلطه حب هالهوايه ما شاء الله يخليني اعطي وحتى طلبتي اللي هني طلبتي يعرفون هالشيء هذا جيد فيني اتفق معاك والله مثلا فتره الشرح بالمده الفلانيه تمام تلقاني نسيت كملت معك والساعه صارت ساعتين كملت معك انا انسجم مع الحصان وانا انسجم مع التدريب تمام وافرح اذا ساعدت هالحصان اني ازيل الخوف عنه واخليه يقدم على شيء وافرح اني طورت في الشيء الفروسي له دائما المحب يتعامل مع حبيب أكيد. ما يتعامل بالطريقة هذه تشوف متدربينك ينجزون دائما والله ذاك اليوم كنا طالعين طلعة فطلبت منهم قلت لهم أبي اصطفاف كامل الخيول كلها تصفين بعض تمام وراح نطلع حسب الأمر أنا راح أعطي نوع الخطوة وتطبقون يوم شفت المنظر هذا فيلم سريع قدام عيني شلون يوم جوني هو مو عارف مو بس يركب مو عارف يقعد حصان يمشي عارف يتزن قدم مو عارف يتزن وهم الان يمثلون خيرة الفرسان ما شاء الله تبارك لما اجي امشي القى واحد ما شاء الله رجال شوارب ولحيه يسلم علي يقول ما عرفتني انا طبعا مو معقول الذاكره بهالسعه انت دربتني قبل ما ادري كم سنه قبل 10 سنين قبل قبل الله شلونك الحين لا والله انا الحين وصلت للمستوى الفلاني وخذيت البطوله الفلانيه ما شاء الله. اسعد تفرح انجازك بالضبط صحيح لما اشوف الفروسيه في الشارع ترى انا من امشي في اماكن الخيل اعرف وين النقاط اللي ماخذينها مني ادري ان هذه معلومتي انا ما شاء الله وافرح لما اشوفها منتشره ما شاء الله افرح لما امشي في اي مكان والقى اللي يسلم ويدعي لي والله ما بغيت منهم الا الشيء هذا بس ادعي لي مشكور ما قصرت الله يعطيك الصحه والعافيه اللهم امين يا اخوي ما ودي كلش اخلص معك ولا اختم معك ابرك الساعه الاسئله كثيره ابرك الساعه لنا لقاء ان شاء الله ثاني معك باذن الله اكيد باذن الله وانت احنا اللي نشرف فيك صدقني سعدت في لقائكم وسعدت بتشريفكم واتمنى من اني وصلت صوره مشرفه لاهل الخيل
وعن هذه الرياضة بإذن الله. نشوفكم على خير. الله يعطيك العافية. شكرا لكم متابعينا. وسلطان ما شاء الله يعني ما راح نخلص في حلقة واحدة، لنا لقاء آخر إن شاء الله معاه، ونشوفكم على خير.